بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في كبسولة جديدة عن محضر الجلسة وخطورته. أنا عايز أقول إن محضر الجلسة ده وثيقة المحامي في الدعوة، أي دعوة جنائية مدنية، أي دعوة مهما كانت، محضر الجلسة ده بتاع المحامي، وثيقة المحامي بيثبت فيه دفاعه ودفوعه أمام المحكمة وكل طلباته، ويثبت كل ما لديه ما عدا ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة لا يجوز إثباته في محضر الجلسة، ويستبعد أصلا ولا يسقط، وما يصحش أصلا. لابد المحامي يكون ملتزم وعارف اللي له واللي عليه، وما يديش فرصة حتى أن المحكمة توجهه، لأنه هو المفروض عارف الصح والغلط. يبقى محضر الجلسة ده الوثيقة بتاع المحامي، له أنه يثبت طلباته بمنتهى الجدية، وخصوصا ان في بعض الدعاوى وانت بتثبت طلباتك بتبقى محتاج تجيب مستند من اي جهة حكومية او من جاي اي جهة تانية، زي مصلحة الجوازات اما بتجيب شهادة تحرقات مصلحة الجوازات او اي شيء، او صحيفة حالة جنائية بتاع متهم بتجيبها من الداخلية او اي اجراء من هذا القبيل، بتبقى طالب من تصريح من المحكمة باستخراج هذه الشهادة أو هذا الإجراء من الجهة المختصة، شهادة من الجمعية الزراعية المختصة، شهادة من أي جهة مختصة، أو أي ورقة صورة رسمية من أي جهة مختصة لا يجوز استخراجها إلا بتصريح المحكمة، يبقى لابد تثبت الطلب ده في محضر الجلسة عشان المحكمة تصرح لك بناء على طلبك في محضر الجلسة. وعشان الكلام ده كله هيبقى مستند لك أنت والمصلحتك، حتى لو المحكمة ما صرحتش تقدر في محكمة تاني درجة أو في الاستئناف أو في الطعن تقدر تتمسك بالطلب اللي انت طلبته أمام محكمة أول درجة ولم تستجب له محكمة أول درجة. والكلام اللي أنا بقوله ده كلام في كل أنواع القضايا، لا يخص قضية بعينها، يعني سواء في الأحوال الشخصية انت بتطلب التصريح بالتحري عن محل إقامة، تصريح بالتحري عن داخل، بالتصريح أي حاجة بتطلب تصريح عنها لابد تثبتها في محضر الجلسة أمام المحكمة عشان المحكمة تصرح لك بيها، وبتستخرج بعد كده الصورة الرسمية من محضر الجلسة، وانت بتستخرج الصورة الرسمية تتأكد من سكرتير الجلسة، بتتأكد من سكرتير الجلسة انك انت المحكمة صرحت لك قبل ما تطلع الصورة الرسمية. لما بتيجي تطلع الصورة الرسمية بتطلعها ازاي؟ انت بتقدم طلب للباش كاتب، الباش كاتب او الامين الاول المحكمة بتقدم طلب اطلب استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة في الدعوة رقم كذا عن يوم كذا، بدوره بيجيب يشوف محضر الجلسة ده من ورقة من اتنين من تلاتة، بيقدر عليها الرسوم، بتروح تدفع رسوم في خزينة المحكمة، وبترجع للسكرتير يطلع محضر الجلسة تصوره ويديه لقلم الصور عشان يسلمك صورة رسمية من محضر الجلسة فيها التصريح اللي احنا قلنا عليه اللي انت هتنفذه، وبترجع تاني للباش كاتب عشان تختم محضر الجلسة بختم شعار الجمهورية النسر، عشان تروح الجهة المطلوب استخراج المستند منها تقدم لها الصورة الرسمية من محضر الجلسة عشان تستخرج لك المستند اللي انت عايزه. وانت رايح ما تنساش في السكة تبقى تصور محضر الجلسة لطلعته ده صورتين، عشان يبقى معاك، هتحتاج بدل ما تتمشور هتحتاج في الجهة دي صورة من محضر الجلسة، وممكن الجهة تكون بتستلم منك محضر الجلسة وبعدين تحدد لك معاد لاستلام المستند، بيمضي لك على الصورة باستلام الاصل عشان يبقى مجهودك ما راحش على الارض وما يتلاعبش بيك موظف ويقول لك لا ده انا ما خدتوش ده انا ما استلمتوش، طالما مضى على الصورة باستلام الاصل مش هيقدر ينكر اي اجراء. فمحضر الجلسة خطورته من خطورة الحكم اللي صدر في الدعوة، لان محضر الجلسة فيه الدفوع، فيه الدفاع، فيه كل شيء عن القضية، وفي كل شيء على لسانك انت، لان محضر الجلسة بتاعك مش بتاع المحكمة، المحكمة لها رول، انما انت ليك محضر الجلسة، ولذلك بنقول ده محضر الجلسة وهو الوثيقة بتاعتك في اي قضية، سواء كانت ادارية جنائية مدنية شرعية عمالية، اي قضية مهما كانت محضر الجلسة هو الوثيقة اللي بينك وبين المحكمة لتحقيق دفوعك ودفاعك وطلباتك اللي انت طلبتها من المحكمة. عرفنا محضر الجلسة بيطلع ازاي ولا نقول تاني؟ طيب نقولها في موجز، قدم طلب
للبشكاتب او رئيس القلم المدني ويصدر لك الرسم بناء على عدد ورقات المحضر الجلسة، وبتروح تدفعه في الخزنة وبترجع توديه للسكرتير يطلعه يديه القلم الصور، بتصور محضر الجلسة صورة عشان يسلمك عليها صورة طبق الاصل، وبعد ما تستلم من القلم الصور بترجع للبشكاتب تختمه ختم النسر وتصوره بقى صور ضوئية بعد الختم، وتروح الجهة اللي انت رايح تستصدر منها الورق. وبالتوفيق ان شاء الله، والى اللقاء في كبسولة اخرى باذن الله.